السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم. مرحبا بكم في قناه يوسف لاين. انا دابا في قمه الصباح في الحومه تقريبا، هما راه تيك تيك الاطلنطيك كما كتشوفوا هنا. سوق تكتبه كلهم هادو هنايا. ها هي انتم تبارك الله. هاد الكتبه هادو ماشي انا جالس باش نقراهم، لكن تعرفت على واحد السيد اللي يستحق الاحترام صراحة. أنا كنحتارمك، وإلا كان ممكن نوريك الإخوان، هو الأخ بائع الكتب، وهذا شرف. مرحبا. وسولته قلت له واش ممكن ندير معاك واحد اللقاء، قال لي مرحبا. نشوف كيفاش نحط التليفون باش نسولك. ولكن هنا يمكن بعدو شوية. الله يحفظك. السمية بعدا خميس. سي خميس، قول لي كيفاش بدات الفكره ديال انك تبيع الكتوبه؟ تخدم واحد السيد ما كاين دابا، خصني يمكن محاوشه تسمع الصوت مزيان. بلاتي نعطيك هاد لي زوكوتور، وانا وانت وحده وانا وحده. كيفاش اخويا عزيز؟ تما واحد السيد كيبيع الكتوبه، كنت مازال ما كتبانش. كنت مازال صغير خدام ما عجبتني الطريقه. عمي كانت عندي 14 عام. بديت كتبيع الكتوبه؟ بديت كنقرا، كنت كنقرا وكنبيع. ملي عجبني الدومين ما كملتش القرايه، انا تحدي السابعة صافي تلاحظت هاد الدومين شي تبقى. وما نقدرش نبيع شي حاجه من غير الكتوبه. وكتقرا الكتوبه اللي كتبيع؟ ضروري. شنو هو ردات الكتوبه؟ ضروري، ما كاينش شي واحد ما يكونش ما قراش هذا. هذا تقريبا تباعت منه اكثر من 20 مليون نسخه. فلا مبالاه. فلا مبالاه. كلشي قرا. ديالك الميريكاني. ديالك الميريكاني. والكتاب اللي اكثر مبيع دابا في السوق حاليا هو توماس اريكسون. اييه ميريكاني حتى هو. ميريكاني. والسماح بالراحل. ولكن نسولك دابا، علاش دابا انت بحالي الا كتبيع مثلا، نعطيو شي تعبير مثلا شي دابا علاش انا اثارت يعني اثار انتباهي انت هادشي اللي كدير؟ يعني انت كتبيع واحد السلعه في واحد، يعني انت كتبيع الكتب في واحد المجتمع ما كيقراش. ما تيقراش شعب ولا لا يقرا. يعني دابا بحال دابا انت كتبيع واحد السلعه اللي غير مطلوبه في السوق. واش كاين شي قبول على هاد الكتب في المغرب؟ واش المغاربه واش كيقراو، اولا حنا عندنا واحد، وشكون هي الفئه اللي كتقرا؟ نقول لك شكون اللي كيقرا. الناس كيقولوا راه ما كيقراوش، الكتاب ما كيتباعش. الكتاب دابا حيا، كان ميت وحيا. هذو الناس ولاو كيقراو اكثر ما بيع الكتب. الناس ولاو كيقراو الكتاب دابا، رجع الكتاب غادي يرجع. فاش الكتاب كان ناعس دابا حيا، كلشي غيبدا يقرا. كنت كنبيع شحال هذيك، كنت كنبيع 10 الكتب، 8 الكتب في النهار، 5 الكتب. اما دابا 50 كتاب، 60 كتاب، 100 كتاب بعد مرة. ولكن بالطريقة ديالي كيفاش كنهز وكنبيع، عم تقدر دير في الراشة في الارض تقدر 120 في الناس. ولكن دابا انت كدير واحد شوية ديال التسويق، شوية الماركتينغ. اييه ضروري الماركتينغ وكلشي باش كنشري الناس. وهذه المهنة اللي كتمتهن يوميا، يعني هي مصدر الرزق ديالك. هذه هي باش معيش بها، باش كنعيش بها انا وولادي. عندك وليدات تبارك الله. عندي عندي 12 عام وبنتي عندي 6 سنين اخويا. ربي يخليهم لك اخويا، ربي يخليهم. وانت هما كيقراو بحالك؟ كيقراو. نوريك نور، نوريك اي ما جايش معايا اليوم، مولف يجي معايا. دروج. ربي يخليها لك. ربي يخليها لك. ربي يخليها لك. فين عندك المحل بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو عندك يشوفوا؟ الى بلاصه في الصلاه. الواد القريه. حنا غادي للقريه. تما عندك المحل، كتبيع الكتب المستعمله ولا الكتب الجديده؟ جديد وقدام. ربي يخليها لك، ربي يخليها لك، ربي يخليها لك. وكيفاش كتشوف نظرة المجتمع عليك انت يا زعما؟ كل واحد المجتمع
الافكار ملي كتشوف بنادم هز كتير من الحاجه حتى اللي كيحقرك كيتسوق لك كاين الناس اللي كيحتارموني وكيتبعوني كاين الناس اللي كيتبعوني كيدوروا معايا انا عرفت الحمد لله بعتي الكتوبه حموشي بعتي لي الكتوبه الحمد لله بعتي لي في الشارع تواضع ياك تواضع الله يعمر الله يعمر هذا السي الحموشي تحيه للسي الحموشي احتراماتي ليه احتراماتي عرفتي الكتوبه كتحسبو دور معايا مزيان لا انسان متواضع اللي بغانا يدخل عند خامس مكتوبه ديما الجديد كل شهر كاين الجديد 20 30 40 ماركوتين انجليش فرنسيه عربيه تبارك الله تبارك الله وقول لي يا خويا العزيز شنو هو الكتاب اللي اثر عليك؟ لا تكون لطيفا اكثر من اللازم وشنو ما خاصكش نقول لك ما خاصكش تكون ظريف وحنا ظريفين من الاول وكيفاش كتنصح الناس يعني علاش كتنصح الناس يقراوا هذا الكتاب بالضبط؟ شنو الحاجه اللي استفدتي من التجربه ديالك انت؟ باش بنادم ما يبقاش ظريف بزاف خاص يكون ظريف مع من اللي يكون ظريف ماشي واحد كيكون عندك واحد كيكون خايب وانت كتبقى دير مع الظريف صافي كيتصال عليك وشحال الثمن ديال هذا الكتاب؟ تقدر 60 درهم سوا صافي ودابا كتشوف ان الناس عندهم امكانيات انهم يشريو كتاب ب 60 درهم كاين ما كتشوفش ان هذا مشكل عاوتاني كاين في ان شويه يعني الثمن ديال الكتب غالي شويه في المغرب في المكتبه غالي هذا داير 150 درهم في المكتبه انت كتبيعو ب 60 درهم 60 درهم باش الناس يقراو فلا مبالاه كنبيعو ب 40 ممكن نسولك شحال كتربح فيه؟ اه ممكن شحال كتربح؟ صافي يعني اي كتاب كتبيعو كتربح فيه 5 دراهم 15 درهم كاين اللي فيه 15 درهم كاين اللي فيه 5 دراهم كل واحد من يعني من حقك يعني كاين اللي فيه 7 دراهم شي مخلط كل حاجه شحال كتربح فيها هذا الطوب هذا هي دابا درس سميتو انني اتعفن رعبا ديال من شكون لك شكون مريم حسي مغربيه هذه مصريه ولكن اكثر ما يبيع كيبيعوا بزاف من الناس اللي كيشوفوا عندي كتشد كتقول لي واه كيفاش مشيت تكتيك من غير تكون من مصر تبارك الله باقي جديد هذا باقي جديد في السنه الثانيه يلا جاني الثاني ماشي الاول مزيان مزيان يا اخي مزيان و بالنسبه لسميتو الانترنت داكشي سيت عندك شي ايميل او لا يعني الناس اللي بغاو يتواصلوا معاك مثلا بغاو يساعدوك اقامه الصباح انت هنا كديا بلاصتك ديا بلاصتك مشهور هنا اقامه الصباح ولكن معروف الناس كيجيو عندي من كازا هاد البنت تبعي مؤخرا من مراكش والله الا من مراكش جات عندي دات عندي جات عندي هنا خدات عندي شي 53 فتاه تبارك الله خديجه ممكن الا بغيتي تقول الرقم ديالك للناس الاخوان اللي بغاو يتصلوا بك 06 39 56 88 74 عاودوا باش الناس 06 39 56 88 74 هادو الناس اللي بغاو يجيو يتصلوا ياخذوا شي حاجه مرحبا 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 خويا العزيز كنشكرك بزاف وتخلي لي الرقم ديالك هو هذا اللي عطيتي دابا المهم انا غادي نسجلو وان شاء الله ندير انا وياك دابا راه تلاقينا حنا بالصدفه باش نقول للاخوان انك جالس في القهوه جا عرض عليا الكتب قال لي واش كتقرا قلت له انا كنقرا شويه بزاف العربيه قال لي واش كتقرا لونجلي قلت له ما قراش حتى لونجلي كنقرا شويه الالمانيه قال لي ما عنديش المانيه مع الاسف ولكن احترمته صراحه لان بحال هذا الشخص هذا بحال هذا السيد هذا كيستحق الاحترام والتقدير صراحة تلقيتش مع مولاد التسعود سامح بالرحيل ديال ديفيد ديفيد دينيس من امريكاني هذا امريكاني وعايش في مصر كيهضر في امريكا واو واو وري الاخوان ها مولاد التابع سامح بالرحيل انا وياه هذه نظريه فستق هذه هذا كتاب كبير مهم هذا الكتاب خطير هذا نظريه فستق هذا كتاب واعر بزاف يعني اخوان هذا ديال التطوير ديال تسميه ديال التطوير كيفاش تتعامل مع الناس ما عندكش ديال روبي توني روبنز توني روبنز بون فوغ اليميتي كتقاد عليا كان عندي تقاد عليك تقاد عليك وهذا باور اوف مايند يعني قوة العقل الباطن الباطن اللي بغى شي حاجة ديال جولين هوفر شي حاجة جديدة
هذا كتاب الاخر بنقول انه ضرع عندك روايات؟ عندي روايات وعندي انجليز صندوق اجبري بوليس بالعربيه ما عرفتش. عندك روايات البوليسيه؟ عكرتا كريس كاين شي حاجه كاين دابا واحد الروايات هي ديال الابابيل هي اكثر ما بيها اللي درت كلاسات بزاف ديال من؟ ابابيل ديال شكون كتبها؟ احمد الحمدان داك السعودي؟ هذاك السعودي اللي جا للمعرض حتى هو عندي الكتابه ديالو. لا انا بغيت انا شي حاجه ديال يعني داك الشيء تبغي القصص البوليسيه. ها هي ابابيل والرواية ابابيل وارض زيكولا واماريتا وخوف ديال اسامه المسلم هادو كلهم جداد كلهم جداد تبارك الله. والكتاب ديال اكثر مبيع ديال حسن اوري مغربي هذا مغربي ديال انا المثقف الكبير. شنو هما الكتب اللي نوعيه الكتب اللي كتمشى بزاف؟ واش ديال التنميه البشريه واش القصص البوليسيه واش مغامره واش كلشي مخلط كيتباع كلشي كيتباع كتب علميه كلشي كيتباع عندك قصص بوليسيه كيتباع بزاف بحال اكاتا كريستي اييه كيتباع بزاف اكاتا كريستي كتب ديال التطوير الذات كتب ديال علم الاجتماع هذاك يعني ديال داك الكاتب الروسي يوفو توستوفسكي سميتو غير واسع واحد السميه هذاك منو توستوفسكي عندك واعر روسي روسي هذاك الكاتب الروسي عندي هذاك الحاجه ديالو شنو كان تما كتشوف كيف راه يجرب هو كتبقى تقرا صفحه شنو كتبقى غادي تتفكر 10 صفحات حتى تضرب 20 كتقول ويلي شوف فين وصلت. ما عندكش حاجه ديال السينما الاخراج ولا ندبر لك الباتيل ديال السينما صافي وجد لي شي حاجه ديال حاجه ديال السينما كنجيب الدراري وجد لي شي حاجه ديال السينما ولا قول لي انا مرتاح انا غادي نتصل بك انا نتصل بك عندي حتى التليفون ما حافظش النمره انا غادي نحط التليفون بغيت نقول شي كلمه للاخوان نقدم مرحبا بكم عند خميس يوميا في اقامه الصباح مكتوب الجديد ديما كاين الجديد واللي بغى يقرا بالفرنسيه بالانجلي بالعربيه مرحبا به اقامه الصباح طريق البحر يوميا تما. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان يلا تحياتي للمتتبعين ديال قناه يوسف لاين مع اخونا خميس شرفتيني كبرتي بيا ربي يحفظك ربي يكبر بك ونتلاقاو ان شاء الله والا بغيتو ان شاء الله نديرو شي لقاء مع اخونا خميس ربي يحفظك.